2024 حيث سطرنا برنامج وهو ما يفوق 775 هكتار. هذه إن شاء الله سوف ننطلق فيها ابتداء من اليوم لتعميمها يعني على المستوى يعني كامل تراب الولاية. عملية يعني اندماج يعني المستثمرات الفلاحية في هذه البرامج ذات البعد الاستراتيجي يعني تفوق 21 يعني مستثمرة اللي راهي داخلة ونالت يعني مرافقة من طرف الدولة كإيصال الكهرباء وتوفير المياه. المردودية كانت جد مشجعة ومحفزة حيث أننا وصلنا إلى فتنة 30 قنطار في الهكتار. الشيء هذا خلنا باش نأكدوا التجربة خلال هذا الموسم ونغتنم فرصة الدورة الزراعية. بفضل التجربة تاع دوار الشمس رانا خرجنا من الحبوب أحادي فلقة، رحنا لدوار الشمس أو ثنائي فلقة، نقدروا نقضيو على الأعشاب الضارة بكل سهولة، نقضيو على الفطريات، وراه يعني مكسب للفلاح.